Assassin's Creed Rogue هي لعبة فيديو تاريخية من نوع أكشن ومغامرات وتسلل في عالم مفتوح من تطوير شركة يوبيسوفت صوفيا وإصدار يوبيسوفت. وهي الجزء السابع في سلسلة ألعاب أساسينز كريد، أحداثها قبل أحداث أساسينز كريد 3 الصادر عام 2012. تقع أحداث اللعبة في منتصف القرن 18 خلال الحرب الفرنسية والهندية، ويتتبع فصولا من حياة شاي باتريك كورماك، والذي كان تابعا لطائفة الأساسينز قبل أن ينضم إلى تنظيم فرسان الهيكل. وأسلوب اللعبة مشابه لأسلوب بلاك فلاج إلى حد كبير، مع مزيج من الاستكشاف البحري على متن السفن والاستكشاف البري مع بعض الميزات الجديدة والمهمات الجانبية. الشخصية الرئيسية في اللعبة هو شاي باتريك كورماك، البالغ من العمر 21 عاماً، وهو عضو في أخوية الأساسنز قبل أن يصاب بخيبة أمل عند اكتشاف أساليبهم وقضيتهم بمجرد العمل لصالحهم. في نهاية المطاف يقوم شاي بخيانتهم ويتخلى عنهم بعد أن تنتهي أحد المهمات بكارثة كبيرة، حيث يكون السبب في انهيار المدينة وتهدم البيوت حتى يهرب من المكان ليعود وهو غاضب من جماعة أساسنز، ثم يتم قبوله فيما بعد في تنظيم فرسان الهيكل ويصبح صياداً لأعضاء طائفة الأساسنز ونداناً لرفاقه السابقين بعد أن يرى بعض مجموعات الأساسنز يستخدمون حلفاء لهم في ترويع نيويورك. فتشكل أعماله خطراً على مستقبل أخوية الأساسنز. اللعبة ستعتمد في هذا الجزء علي السمات البحرية والمعارك البحرية، حيث تسيطر علي سفينة الموريجان البطل شاي، وسيكون عندك القدرة علي الإبحار وسط الأنهار وليست المحيطات فقط كما بالجزء السابق. كما تم تطوير أسلحة السفينة مثل إضافة الزيت لإشعال السفن الأخرى، بل أن الأعداء هذه المرة يمكنها أن تتسلق لسفينتك لقتالك عليها. سيحمونك الإنكليز كونك تابع لهم. الأساسن سيتخفون لقتلك فيجب أن تكون حذراً. الأساسن سيكون لهم أسطول في لاطلسة. ليس هذا وحسب، بل سيمكنك اللعب في البيئة القطبية، وكذلك سيكون هناك بعض مهام الغطس أسفل الماء بالقطب الشمالي، وهو ما سيعرض صحة اللاعب للنقصان بسبب الماء البارد علي عكس الماء الدافئ الذي سيكون أكثر رحمة بالبطل. كما ستتحكم بالبطل من منظور الشخص الثالث كما تعودنا، مع وضع سلاح رئيسي للبطل عبارة عن بندقية هواء، والتي تسمح للاعب بقتل أعدائه بشكل صامت. كما يمكنك ترقية هذه البندقية، وكذلك ستجد باللعبة قاذف القنابل الذي يطلق الشظية والأحمال الأخرى. كما تستمر اللعبة في الاعتماد علي أسلوب الخلسة الذي يجعلك تقتل الأعداء دون أن يشعر بك أحد، أو تتبع بعض القادة دون أن يشعروا بك، كما سنجد أن أسلوب التخفي والاستفادة من البيئة كما هو، حيث تستطيع الاختباء بالغابة أو وسط الحشود أو في أكوام التبن، وستكون العالم المفتوح في نيويورك ووادي النهر وألاباما وشمال المحيط لأتلانتا وكيب.